مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لشوطنا هنا المنطلق بتحديات المنطلق بالاثاره شوطنا السابع عشر. اما انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقي، هذا الشوط الخاص هنا بالقعدان، نسير معكم مع الصداره، نتابع الريف سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي على الصداره، ياتي اليازي عمر بن محمد بن مايد الحيري على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث هنا الشام محمد بن كريم بن علي العامري، والوصول من المودع موادع محمد بن عيسى بن عبيد الخيلي، ومن الجانب الاخر ياتينا الخروف سالم بن سليمان بن حمود الحيري، ووصل هنا وصل الكاتم محمد بن راشد بن حارب السعدي، وهنا الحذر احمد بن راشد بن مبارك، هنا لقتبي من ياتينا بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء، هنا هدبان مطر من غانم بن مصر بالقوبع المنصوري من ينطلق بهذه التحديات، الوصول هنا من قبل معزز حاضر بن ساري بن بلوش المزروعي نعم القادم، والوصول عاشرا من قبل مشعل محمد بن ابراهيم بن شاهين بن ربيعه الشامسي. هذه هي النتائج، اعود مع الصداره، اعود مع الريف سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي المسيطر على الصداره على المقدمه وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هذا الانطلاق وبهذا الأداء. هدبان على المركز الثاني، هدبان على ثاني المراكز، هنا مطر بن غانم بن مسفر بالقبع المنصوري أحد فرساننا ينطلق بالتحدي، ينطلق بالإثارة إلى الفوز وإلى الناموس بهذا الأداء المميز الجميل والانطلاقات. الله الله الله، ها هو تشاهدون هدبان على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، المركز الثاني الريف سليمان بن مسلم بن سليمان الدرع، المركز الثالث محبوب سالمين بن سعيد بن محمد النعيمي من يأتي بهذه الانطلاقة، ولكن سلوم ند الشبة سلام، اسعدتم صباحا يا هالي ند الشبة على هذا الفوز المميز الجميل لهدبان، تهانينا تهانينا هنا على هذا الأداء المميز الجميل. مطر بن غانم بن مصر القبع المنصوري ولحظة وصول هدبان إلى الفوز وإلى الناموس، محبوب في المركز الثاني، هنا سالمين بن سعيد محمد النعيم المركز الثالث بهدبان، هناك وصل الريف سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي، وعلى المركز الرابع كان الوصول من قبل الصغار راشد بن سالم بن بخيت القتبي، وعلى المركز الخامس كانت الانطلاقات والتحديات هنا ايضا جميلة. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني هنا في هذا الاداء الجميل لهدبان وانتزاع الفوز والناموس، مهدي السلام لاهالي ند الشباب، هذا الانطلاق دقيقتين 59 ثانية خمسة من الاجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المطر بن غانم بن مصر بالقوبع المنصوري، بينما المركز الثاني كان من نصيب محبوب من اتانا هنا بثلاث دقائق ثانية واحدة أربعة من الأجزاء من الثانية، سالمين بن سعيد بن محمد النعيمي، وعلى المركز الثالث الريف بثلاث دقائق ثانية واحدة ستة من الأجزاء من الثانية، سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي، تهانينا وناموس هانينا جميع الفائزين على هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية.